ازيكم؟ النهارده هنلعب لعبة جامدة. طيب انا دلوقتي مشغول، شايفين الحفرة اللي هناك؟ واقفين ايه؟ عمرها طيب يلا نستكشف ونشوف كيف. هتأكد ليا فين الكيس؟ يا لهوي، دايما 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 وي الحاجات جميلة، تخرب عقلك. ما ده بهدل الدنيا، هو اصلي كده. اوكي ثاني يا جدع يا جدع، هتدل يا لهوي يا ما خليش والله يا كريبر تاني جنون. والله ده أصل نفسي. طيب المزرعة دي، طيب المزرعة هنا، الكريبر ده مجنون كان هيفتحنا. طيب عم اجيب شوية بقية الحاجات عشان لو كريبر تاني جه هيفنشني، عشان انا اصلي مفتري. بس ساكت دلوقتي، مش معايا اكل. طيب انا دلوقتي عندي سيف، بس انا دلوقتي هجي، بس المفروض مش معايا سهم دلوقتي. والله ما انا معايا. طيب دلوقتي انا الدايموند دلوقتي انا هخليه معايا عشان اعمل بيه ملابس. خسارة، الشنطة بتاعتي مليانة يعني. ايه ده؟ طيب هحط الحاجات دي في الجيست. والله اني جوعت. ايه ده؟ اجيب معاك كوبايه. لا 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 يا مفتري يا مفتري، اما احط الدايموند والجولد والايرون والاميرالد كل حاجة، بس انا عارف اسمائهم اصلا كل حاجة. بس شوية خشب دمت انا جمعتهم، بس الاكس اتكسر مني بصراحة. انا جمعت كتير وبنيت بيت جميل، بس المشكلة والله في الحاجات. بس شنطتي كانت مليانة يا لهوي، نزل في كتير. نعم والله ما معايا زي. لسه يقول لي بس. طيب يا عمي شكلها هعمل بضايم كل حاجة بضايم. يس سلام سلم. طيب عم نخش على الكرافتين، نعمل منهم اوكي كده. ايه عم نجيب منها واحدة. طيب هجيبها هنا. لا يحفظها. ايه ده؟ يا راجل تمام. طيب يا راجل تمام كده وخلاص يا عم. ايه ده؟ عموما اتمنى منكم تساعدوني في التعليقات. هي ايدي اللي انا ماسكه في ايدي، هو ما عارف اسمها ايدي. لاوي بتاعت الحديدة. بس والله انا فرحان فرحان. يا
يلا نلبس ملابس حلو. ام بعد فارس فارس ماشي. انا كده افتكرت انا هعمل تك. لا انا عندي طيه والله ده محتاج صيانة. انا المشكلة دلوقتي انا جبت خشب بس لو معايا تاني هجيب. يلا وكل كلمة يا مصري يا عمي يا عمي جيب له صيانة. الحمد لله كل ده خشب يا مفتري. لا ماشي ماشي ماشي. المشكلة دلوقتي اللي انا عاوزكم تقوليلي ايه هي دي. طيب عم في البوابة اي زومبي بس كنت يعجبني. طيب عم احط الحاجات في الشنطة عشان شنطتي مليانة قوي. يلا وكل دمت يخاف عليكم خايف كتير بس حلو اللي انا جايب لي تشيست. محط شوية خشب دمت كمين حلو. ايه ده ده بتنقل ده بتنقلهم من بعضيهم. ايه ده بس كده ايه ده والله كنت راسه اركب في دور كمان. طيب اما احط الرصان ده كمان حلو. طيب ايه ده والله ما كنت عارف ان انا معايا البوب برضه. يا عم ركز بقى يا عم ركز. انا دلوقتي انا جمعت حبة حلوين يعني. طيب ايه راو الشنطة دينا Thank you.